إن اختلاف المجتمعات والتأسيس على كل ذلك هو مسؤولية الفقهاء والمشايخ وأساتذة الجامعات من فقهاء القانون وفي علوم السياسة وفي علوم الاجتماع وفي الاقتصاد وفي وجهاء البلاد وفي علوم أخرى جميعها هي مسؤوليتهم. وقد سقط العذر فقد كان العذر هو تلك العاقبة، وذلك الفراق الذي كان الجالس يتعثر به وقد كان يكتبه، وقد كان الأحمق يتعثر به وقد كان يكتبه، وقد كان الشباب والتحديد يتعثر به وقد كان يكتبه، والآن سقط ذلك العذر. فعلى الناس أن يتقدموا ويأتي بالحذر، بالحذر على أن لا يجب على هذا المجتمع. من النماذج الأخرى التي تحاول المسلم على المقولة فيها شيئا مما تصورناه نحن، تصورنا عمر بن الخطاب وهو يتفضل الأسرة الثالثة الفقيرة في جوف الليل، وهو يستند الى المدرسه الذي تنادي ربها قطعا نفعا. تخيلنا عمر بن عبد العزيز الذي كان ادنى فتيان قريش، كان ادنى فتيان بني اميه، كان سياقته يغطوها تحت رقبته قبل ان يلي خلافه المسلمين، قبل ان يلي عرض المسلمين كان سياقته ممتلئا لحما. وبعد ان رمي ارض المسلمين بين يديه يغطى احد اصدقائه من طلب عمر بن عبد العزيز لحمته من توليه ارض المسلمين، فيقول: والله لو أردت أن أعد أبناءه لعددتها. حضر على بيته السفاء كان يستمع إلى المعارك، وكان يجلس مع الكاهنين ومع أهل الطرب واللهو يسمعونه لذيذ القول والنكات. والشعر إن حل في المدينة فهو فتاها وسهلها، إن حل في قصر فهو سيدها. من مثل عمر بن عبد العزيز قبل أن يلي أمر المسلمين؟ لكن بعد أن ولي أمر المسلمين تبصر كل ذلك. والله إن شئتم الكتاب الذي ألفه مختار الدكتور العراقي عماد بن الخليل ألف كتابه اسمه الانقلاب الإسلامي في حياة عمر بن عبد العزيز، انقلبت حياته بالكامل لأن الشعور بالمسؤولية تجاه الخلق. نحن بشر، واحد يسأل إذا قلت ما يتلبس في أطفال صغار من طفولتهم ياخذ أكرمكم الله الحيوانات تقطع بين شمسة، وفي ناس يسبح فيه الحديث بتاعه هو درس من حديث يحكيها الى كل. خلق الله البشر انواعا واصنافا فيه صرف المسؤوليه وفيه الشعور هذا يعني يفتح. لما رحم الله الامه جعل امرها الى عمر بن عبد الحفيظ، فكان فيه هذه الامه. ولا يمكن اللي ما عندهاش شعور بالمسؤوليه يا ده الامه كلها. هل تعلم ان عمر بن عبد العزيز عمر بن الخطاب عندما قال لاصحاب المقربين منا: والله لو عثرت دوله في العراق لخشيت ان يقول يسالني الله عنها يوم القيامه لما لم يزوجها طريق عمر. هل تظن ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قال
كلمة أمام من شجرة والجيسيب العربية من أجل أن يقولوا إنها عمر بن الخطاب يعني من أجل حملة الهدية من أجل منظومة الاقتراع. عمر بن الخطاب قال هذه الكلمة بيني وبين الله لأن يشعر النبي شيء حقيقي إن الله تعالى يوم القيامة حيطلع على الأمة كلها. فكان بني سنين ولا النهار اسمو على الرقم قال منو كان عبد الله حق خطني عبد الله عشراف حق خطني عشراف ليتني خرجت منها كفاتا ثانيه ولا عليك. لم يجي حد كيف نجيء نحن ندور نفرح بالصداقه رئيس المجلس واعضاء المجلس وقريب مدير الله احدى اسماء التليفونات رئيس المجلس المحلي. عمر بن الخطاب لما كان واحد يهدي الى شيء او البيت يدير له حاجه الشخص اللي اهداه يدير له حاجه لا بد من الشيء. شنو المناسبة انك تهديه اليوم؟ انا اليوم امير المؤمنين انت تهديه علي لا تشاهد أرضي النبي عليه الصلاة والسلام لأن عمر خرج في مدرسة النبي كان يرى النبي يمشي لما النبي سمع أطفال البحرين جاء حمل البحرين جاء الكتاب والصبر وكل الصدقات والزكاة على البحرين وجاء كلام مع النبي للشيخ الأنوار خلاص الحين حمل على كان في مامون يعني حديث المعنى حديث الصحيح الثاني حط الكيسين وقال له هذا رأيك يا رسول الله من المسلمين دور فيها لنا قال لنا سن هدايا خذانا في المصلى المسلمين حقنا مع الله المسلمين وقال لنا قال لنا ماذا إلا يصنع من الرسول على أبوال المسلمين فيأتينا ويقول هذا لكم وهذا لي هل سيبتغي بيني أروح أبيه وأمه حتى من الله ماذا يبدأ ما فيه يعني فيه نموذج هذا اللي مطالب ورأي فيه لله سبحانه وتعالى وإن خلقني في الواقع بعض الناس هذا هو النموذج نموذج النبي كيف كان يتعامل مع أولاد الأمر مع الولاة مع الحكام مع الأمراء مع رؤساء البلديات سميها ما كيف ولي أمر هذه حق هذه التوطين لأنها تتغير بتغير الأحزاب والأنصار مش مشكلتنا في ولي الامر هو واحد القضيه في المعيار مش في الاشخاص انا اليوم في كذا كذا نوب فلان فلان كلام في قصه الدين هذه فلان نحن لا نستطيعونها نحن عندنا القران والسنه عندنا معايير لا يستطيع احد ان ينطق عليها المعيار ولا يرد لا يمكن لا يرتد لا يأتيه باطل من بين يديه ولا من خلفه لكن الأشخاص الرسل نسأل الله العفو والعافية يرتدون عن الإسلام من مهده يشرك ولا لا يشرك يخون ولا لا يشرك هذا عقل مش شرعا يعني عقل أي واحد عاقل يقول هل من الممكن يعني ازاي انه يشرك انه يبعد صالح ممكن انه يبعد كارث ممكن إذا الواحد ممكن وعندي شيء ما خشيتش كلمة ممكن أنا فيش نتمسك بكلمة ممكن والله ما خشيتش كلمة ممكن نتمسك بالمعايير ما هوش الأشخاص لما تيجي معيار مضبوط جيب له أسوأ البشر حيبقى صالح مش حيبقى شيء لأن المعيار يظهر المعيار هذا كيف الفجر بتاع خمس الذهب؟ كيف المدينة بتاع طاهر معدن الذهب؟ يخص الحاج يقطع الحاج يبان ويبان خص ذهب يقطع ذهب خص قبضين يقطع إلى آخر الموضوع يعني القضية هذه هي قضية مهمة قضية المملكة اللي احنا حاطين في روسنا ممكن يغرق وممكن يقطع ممكن عندنا في المشكلة اللي هي مثالية لا ينبغي للنماذج ان نقولها مثاليه قد يكون فيه اسراف واخلال اخلال ايش
استخلال الهوية الثقافية والخلفية الإنسانية للأمة. تمام. الواقع ليس انتراض لجنة. الواقع وكل ما نجد الحقوق في الواقع هو مش مصنع في السيارات. نجيب الجبال نشاط حتى هنال نشاط الغرب نركب في الوكيل ونجيب مكتوب زيك ونشاطك وبعد يومين إلى اليوم والعيال نفعل في الجسم اللي تدفع عليها الغيارات.